من اكتر التعليقات اللي استفزتني جدا بعد الفيديو اللي نزلته في المغرب بتاع احتجاجات الجاليه الجزائريه في زيونخ امام الفيفا، هو تعليق بصراحه استفزني وبصراحه مسحته على طول، وهو ازاي انت مصر بتتكلم على عرفة شاكرا، وازاي انت اساسا يحق لك انك تختلف مع عرفة شاكرا هو جزائري وانت مصري، اللي هو حسيت بمنتهى الطبقيه ومنتهى العنصريه في التعليق ده، فرحت مسحه على طول. يا جماعه مش معنى ان انا بتكلم عن ان الموقف اللي عمله الاخوه الجزائريين في زيونخ موقف محترم جدا جدا جدا، ان معناه ان كل الناس اللي ما عملتش الموقف ده مش محترمه، ان معناه ان الناس اللي ما طلبتش بحقها مش محترمه، مش معناه ان المصريين اللي ما عملوش مظاهرات قدام الفيفا مش محترمين، لان اغلبنا في مصر شايفين ان احنا ما اتظلمناش قدام السنغال، اغلبنا مش شايف ان منتخب مصر كان ليه حق ما خدوش قدام السنغال، بالعكس تماما اغلبنا يمكن بقى رجع يشجع منتخب مصر تاني في كاس الامم الافريقيه. احنا ما عندناش المنتخب المصري من اولويات التشجيع بالنسبه لنا. اه دي سر، ده مش سر، ده جريمه عندنا في مصر، بس للاسف الشديد هو حقيقه. المنتخب المصري كان فيه شغف كبير جدا بدأ يرجع في البطوله الافريقيه الاخيره، وللاسف الشديد الشغف ده اتشال بعد كلام على تعيين كابتن ايهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر. فانت عندك بلس مش عندي، عندك بلس انك واقف ورا منتخب بلدك في كل الاحوال، عندك بلس انك في كل الاحوال مستعد تدور على حقك اللي انت شايف ان هو حقك، اللي هو انت شايف ان بكره جسامه صلاه ظلمك، فهتفضل تطالب بحقك في كل مره، هتفضل دايما تفكر الناس انك اتظلمت، ودي حاجه تنم ان انت شخص محترم لان انت بتحاول دايما تدور على حقك، وما ده حق وراه مطالب. انما احنا هنا في مصر مش شايفين ان احنا لينا حق اساسا. وبرضه هرجع تاني وتالت ورابع اقول لك، مش معنى ان انا بتكلم عليك ان انت عملت موقف محترم ان كل الناس اللي ما عملتش الموقف ده مش محترمه، مش معنى ان انا قلت ان الاخوه الجزائريين كان عندهم روح عاليه كبيره جدا ان هم يعملوا مظاهرات قدام الفيفا في زيونخ، والناس الجاليه المغتربه الجزائريين راحوا وقفوا قدام الفيفا في زيونخ، مهما كان الاعداد حتى لو نفرين او ثلاث انفار دي حاجه تحترم، لان الناس دي حرفيا بتضيع وقتها على ان هي تتكلم على منتخب بلدها. اه بتضيع وقتها، الكلام في اوروبا غير الكلام عندنا هنا في العالم العربي، احنا عندنا في العالم العربي ممكن تضيع اليوم كله انك واقف قدام مقر الفاف او واقف قدام اي حاجه بتعمل تظاهرات، انما هناك في اوروبا الوقت بتمن، وخصوصا انت بتتكلم على دوله غنيه جدا زي سويسرا، فدي حاجه تحترم بالنسبه للناس دي، بالنسبه للجاليه اللي قررت ان هي تروح تعمل مظاهرات قدام الفيفا في زيونخ، حتى هم مش معاهم تصريح، العدد كان قليل، هل ده حاجه تعبهم؟ بالعكس حاجه ما تعبهمش، حاجه تخلي الناس دي يبقوا بالنسبه لك انت في حته تحترمهم، تحترم الموقف اللي هم خدوه. بس برضه تاني وتالت ورابع، مش معنى انك عملت موقف محترم ان وانا ما عملتش الموقف المحترم ده ان انت افضل مني او ان انت بلس عني، بالعكس حاجه تحترم بالنسبه لك انك بتدور على حقك. حاجه تحترم جدا بالنسبه للجاليه اللي طلعت بتدور على حقها. حاجه تحترم لان كان في كلام على مظاهرات وتظاهرات واحتجاجات هزت العالم، وفي الاخر الصور دي طلعت مفبركه والفيديوهات طلعت مفبركه. بس اللي حصل النهارده كان حقيقي، واللي حصل النهارده كان منطقي. انا بقول الكلام ده محترم جدا جدا جدا، الناس اللي ماسكه في اخر امل دي ناس محترمه جدا، الناس اللي حتى وهم متاكدين مليار في الميه ان المباراه صعبه جدا انها تتعاد، مع ذلك لسه مصممين ان الماتش ممكن يتعاد، مصممين ان الجزائر ممكن تكون موجوده في كاس العالم قطر 2022. انا كمصري لو شايف ان منتخب مصر مش هيكون موجود في قطر 2022 وشايف ان الموضوع انتهى، هل ده حاجه بتقلل مني؟ بالعكس تماما، مش معنى ان انا بقول لك ان انت بتعمل حاجه كويسه ان كل اللي ما بيعملش الحاجه دي مش كويس، مش معنى ان انا بقول ان منتخب الجزائر كان بيقدم اداء جميل جدا الفتره الاخيره ان كل المنتخبات الناحيه الثانيه اقل من منتخب الجزائر. مفيش حد فينا اقل من حد والحد فينا اعلى من حد، انت بتعمل موقف محترم جدا بيبقى مطلوب مني ان انا اديك الريسبكت واديك الاحترام فيه لا اكتر ولا اقل، مش معناها ان انت شخص فوقي، مش معناها ان انا شخص تحتك، مش معناها ان انا شخص مستني منك حاجه، ولا معناها ان انت شخص مستني مني اي حاجه، بالعكس احنا بنتكلم هنا فوتبول كره قدم، انت عملت موقف محترم، قدمت مباراه محترمه، عملت كره قدم محترمه، غير كده مش هفضل انا شغالك كده على طول، لو شغلت لك كده على طول وقتها تبقى انت تصدق حوالين فعلا ان انا اقل منك، وانا ما بحبش الجو ده، انا مش اقل من حد، انا مش عامل فيديوهات بتكلم فيها على حد علشان خاطر تقول لي هجيب مشاهدات ولا مش هجيب مشاهدات، اخر مشاهدات بجيبها على منتخب الجزائر بتكلم وانا بتكلم عليه بتبقى مشاهدات بالسالب، بتبقى مشاهدات بنقص مشتركين، فانا بتكلمش على حد علشان خاطر اقول كلام كويس طول الوقت، ما بتكلمش على حد اقول كلام سيء طول الوقت، موقف انت عملته محترم، هقول لك انت عملت موقف محترم جدا، موقف تحيه تقدير تاني وتالت ورابع وعشرين لكل الناس اللي قطعوا ساعتين ثلاثه من عمرهم وراحوا يقفوا قدام الفيفا بيطالبوا بحق المنتخب الجزائري في معاقبه بكاري جسامه، حق المنتخب الجزائري والجمهور الجزائري في معاقبه بكاري جسامه دي نقره، والكلام كله اللي انت بتقوله ده نقره تانيه خالص. اللي انت عملته ده حاجه بلس، لا انا ولا انت عملناه،
الابطال هناك في سويسرا في زيونخ، انما احنا هنا عباره عن ناس بتسقف لهم لا اكتر ولا اقل. فعزيزي لا انت زياده ولا انا ناقص، لان احنا الاثنين بنسقف لناس بعيده. اللي عامل مشترك ما بيننا وبينهم ان هم حاملين نفس الجنسيه اللي انت حاملها. ممكن يكون اختلافاتهم كبيره جدا بالنسبه لك في الافكار وفي الحاجات اللي هم مقتنعين بيها، ممكن تكون اساسا موجوده عندي ومش موجوده عندك. في حاجات بعيده قوي، فاهم؟ الموضوع كبير صح؟ مش كبير ولا حاجه. الموضوع ان لا انا افضل منك ولا انت افضل مني. واعتقد ان ده بيقول كده الا بالتقوى. احنا في رمضان بقى كل سنه وانت طيب، مش عايزين نتكلم كلام كبير ومش عايزين نتكلم كلام بنقلل فيه من بعض، لان صدقنا الموضوع مش مستاهل. احنا بنتكلم هنا ككوره، وفي الاول وفي الاخر معنى ان احنا كل حياتنا بندور على مشاكل كرويه وبندور على ان منتخب يوصل كاس عالم، ان احنا فاضيين قوي. هرجع تاني وتالت ورابع اقول لك الفيديو اللي انا كنت عامله في المغرب ما كانش فيديو كروي بنسبه 100% الا لو انت فهمت حاجه تانية. كلامي ما عجبكش مش مهم يعجبك، انا عامل القناه دي عشان اقول انا اللي عجبني بس لا اكتر ولا اقل. عجبك بقى الفيديو واهلا وسهلا بيك. ممكن نختلف بعد كده، ممكن نتفق كتير بعد كده، بس القناه دي مش هتلاقي فيها المحتوى اللي انت عايز تسمعه، بس في محتوى تاني هتلاقي انت مش عايز تسمعه، ومحتوى تاني هتلاقي ان هو بيجي لك كلام انت مش هتكون عايز تقبله، لان للاسف الشديد صاحب القناه مش عامل القناه عشان خاطر يرضي حد.